كنخرجوا الأزبال من السوق كنخوها في الأرض على سمنيات مع الناس البرامل. كيتخمل أخي تنقول لك كيتخمل مرة في العام فهمتيني. كنتمنى من المسؤولين ومن الناس الجماعة يشوفوا لنا هذا المشكل الخزان ينقيو هنا في أقرب وقت. حنا كنطلبوا من البلدية وكنطلبوا من الناس المسؤولين ترجعوهم يشوفوا لنا الحل هاد السيريت هاد. حنا عندنا مشاكل هاد الخزان كنعانيوها من ياش من هاد الأزبال فيه بزاف الروائح. كيجي عندنا كليان كيشم هادشي هذا حنا تو كتشوفوا عندنا مشاكل هنا بزاف الحالات هنايا كنعانيوها في هاد الخزان هذا. عندهم شهر شهرين يجي يتنقى هذا الخزان علاش ما كيعمر كيضر الكليان ديالنا في السوق. وحنا ما خصناش هذا المعول. دابا السوق هود السوق هود مره هود كان كيخدم 80% حتى 100%. دابا السوق جا خدام 30% 20% شي مره ما كنتفتحوش تحسنت شني. دابا عندنا ديك الحشره تيتوا كتخلق بحال الناموس. داك الناموس كيدخل الناس ديال الملابس كيحدينا الكار المحلات التجاريه كيدخل داك الملابس كيبقى لاصق فيها. ولكن بسبب هذا الخزان علاش الا كان عنده النيتواياج الا كانوا كيجيو يخملوا يعملوا له نيتواياج والادويه ما نطيحوش في هذا المشكل هذا. هنا كنهضروا هنا كنغوتوا مسؤولين السوق ديالنا منهم السي حميدو عيا كيهضر عيا كيغوت منهم السي عبد الملك هضروا مع الناس المسؤولين. والسوق كيتخمل اخي تنقول لك كيتخمل مره في العام فهمتيني. صراحه النهار اللي كيخملوه كتكون الامور مزيانه كيتحسن كذا ولكن من بعد انت كتشوف الحاله ديالو من داخل ما تقدرش تفتح محل من ناحيه ديال الناموس ديال الدبان صغيوار. انا كنبيع الكترونيك تخون وراك التلفازه كيفاش عاملني. دابا كتكون التلفازه سخونه الناموس اللي كينزل عليها هكذا كيبقى كما هو فهمتيني. ما طلع هو هذا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. ما حنا ما بقيناش عارفين مع من نهضوا. حنا كنطلبوا من البلديه وكنطلبوا من الناس المسؤولين ترجعوهم يشوفوا لنا الحل هاد السيريت هاد. بالليل ما يقدرش شي واحد يقول من هنايا كيدخلوا يتخبعوا الناس اللي ماشي هما هذوك اللي مشنكرين اللي حالات ديالهم مقودين اللي مبليين. لا لا حول ولا قوة الا بالله. كاين ديال المدمنين كاين ديال الناس اللي كاين ديال المدمنين. دابا البنت بالليل ما يقدرش تقول هنايا البنت وحدي حتى بالليل فهمتي كيفاش ولي. اخر الشرطه كيدخل هنا ينقذ ويدخل مورا. علاش حنا مشينا للجماعه قلنا لهم تونا برامل تونا برامل برامل صغارين وبرامل كبارين باش نعملوهم هنايا باش مابقاوش نتفاداو هذا المشكل هذا باش التاجر ديالنا يجبر فين ينزل الحاجه ديالو ديك راه تنخواها يجبرها. ولكن كيقول لكم شي عمل شكايه عمل هذه عمل علاش وانتي اللي كتجيب بر من الشارع كتنزلو في الشارع وانا تاجر ما كتجيبليش خصني نعرف السبب من ياش. علاش انا وانا كنجيب لك مراسله ها هي من عند التجار سوق القرب كنجيب لك مراسله ديالي مكاشيه معدله كتقول لي اعطيها لشي مسؤوله من عندها وانت انا مسؤول على هذا القطاع هذا اعطيني برميل واجيت برميل الحمد لله كيبقى برميل زعما عندي ونبيعوه ما نبيعوش غنستافدوا منه حنايا وانتوما. حنا برميل كنخرجوا الازبال من السوق كنخوها في الارض علاش من ياش مع الناس البرامل. وكاينا كنشكيو اينا كنعانيو اينا كنمشيو ولكن باقي الجواب. كنتمناو الله تعالى وتبارك في اقرب وقت يشوف لنا هذا الجواب هذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.